ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يعم استياء وغضب كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شريط فيديو يشتبه في كونه واتقاء للجريمة البشعة التي تم ارتكابها في حق سائحتين أوروبيتين، إحداهما من النرويج والأخرى من الدنمارك، ويوثق الفيديو عملية القتل، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بتطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي الجريمة. ويظهر الفيديو الذي نتحدث حافظ عن نشره إحداهن وهي تصرخ قبل أن يتم قطع رأسها من طرف أحد الجنات، في حين يقوم آخر بتوثيق الجريمة بهاتفه النقال. وإذا ما تم التأكد أن الفيديو أصلي ويتعلق بعملية القتل نفسها التي طالت السائحتين، فالعملية تبقى ذو طابع إرهابي. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.